مجلس النواب يصوت على إكمال التشكيلة الوزارية، والكاظمي يتعهد بتنفيذ الاستحقاقات. المرجعية الدينية العليا تدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية. مجموعة العشرين تتعهد بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة كورونا. الرئيس المصري يعلن عن مبادرة سياسية جديدة لإنهاء النزاع الليبي. من العراقية الإخبارية، أهلا بكم. صوت مجلس النواب على استكمال التشكيلة الوزارية ومنح الثقة للأسماء التي قدمها رئيس مجلس الوزراء. المجلس صوت في جلسته التي عقدها بحضور 247 نائبا على إحسان عبد الجبار إسماعيل وزيرا للنفط، وفؤاد حسين وزيرا للخارجية، وسالار عبد الستار محمد وزيرا للعدل، وحسن ناظم عبد حمادي وزيرا للثقافة والسياحة والآثار، وعلاء أحمد حسن وزيرا للتجارة، ومحمد كريم جاسم وزيرا للزراعة، وإيفان فائق يعقوب وزيرا للهجرة والمهجرين. فيما خول المجلس رئيس الوزراء صلاحية استحداث وزارة الدولة يكون وزيرها من المكون التركماني بغية تشجيع المكونات في المشاركة ببناء الدولة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصف تصويت مجلس النواب على استكمال التشكيلة الوزارية بأنه دافع إضافي لتنفيذ المنهاج الوزاري. الكاظمي في تغريدة له تعهد بالإيفاء باستحقاقات المرحلة والالتزام بالوعود التي قاطعها للشعب العراقي الذي ينتظر الأفعال لا الأقوال. فيما عبر الكاظمي عن شكره لمجلس النواب على تجديد ثقته بالحكومة، وعده خط شروع جديد سيقطعه بحزم وثبات. شد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي على ضرورة الإسراع بإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه أمام مجلس النواب. الكعبي أشار خلال ترأسه اجتماع هيئة الرئاسة مع قادة الكتل واللجنة القانونية النيابية لأن تشريع القانون سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة، داعيا في الوقت نفسه رؤساء الكتل لتزويد اللجنة القانونية بملاحظاتهم حول الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات. وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل فريق وزاري يتولى مراجعة أداء المحافظين والدوائر الخدمية والوقوف على أسباب التقصير في تقديم الخدمات وتشخيص مكامن الفساد ومعالجة حالاته. وفقا للتوجيه، فإن الفريق سيكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، فيما سيقوم الفريق بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية والفعاليات المحلية الشعبية والنقابية في المحافظات وتقديم تقديره النهائي وتوصياته إلى رئاسة مجلس الوزراء.
مشاهدينا الكرام، ينضم معنا الآن من مجلس النواب مراسل العراقية الإخبارية الزميل أثير عادل. أثير، ما الجديد لديك بعد تصويت البرلمان على استكمال التشكيلات الوزارية؟ نعم أثير، دعا المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني العراقيين إلى مزيد من الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الوقائية بعد تزايد عدد الإصابات بوباء كورونا. السيد السيستاني أكد ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية للحد من انتشار هذا الوباء وتقليل عدد الإصابات به، مطالبا بأن يكون الجميع على مستوى المسؤولية لاجتياز هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر والتبعات. كما أشاد السيد السيستاني بجهود الملاكات الطبية المتواصلة وتضحياتهم من أجل علاج المصابين والاهتمام بهم. اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تعقد اجتماعا اليوم لمتابعة التطورات المتعلقة بجائحة كورونا. جدول أعمال الجلسة سيتضمن النظر بتمديد حظر التجوال الوقائي الشامل في العراق بدءا من يوم غد الأحد ولغاية 13 من الشهر الحادي، فضلا عن استمرار العمل بمنع التجمعات بجميع أشكالها. خلية الأزمة النيابية حذرت من انهيار النظام الصحي برمته بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا. رئيس الخلية النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اعتبر أن تطبيق حظر التجوال أصبح غير مجد دون شعور المواطن بالمسؤولية، مطالبا بضرورة الإسراع بتوفير أماكن كافية لاستيعاب الإصابات المحتملة خلال الأيام المقبلة. لا يعلم من المواطنين أن هذه الأرقام كانت بحسابات وزارة الصحة وبحسابات الكادر الصحي المسؤول عن لجنة الأمر الديواني 55، ولكن اللي حصل أنه ازدادت الفحوصات، وفي بغداد وفي بقية المحافظات وجدنا بأن الفحوصات السابقة قليلة جدا لا تتناسب مع عدد الإصابات الموجودة والمخفية، وهي كجبل الجليدي ثلاثة أرباع يكون مغمور في الماء والربع هو اللي بارز. وكانت هذه ضمن خطة يعني تعمل بها وزارة الصحة، هو ليس مفاجئ بالنسبة لنا ولا للكوادر الصحية. والآن عموم المستشفيات فيها يعني حجر للكورونا فيروس، وكل المستشفيات تستقبل، صحيح أنه طاقتها الاستيعابية قد تكون في بعض الأحيان هي ضمن الفول، ولكن لن يقصر الكادر الطبي في هذه المؤسسات باستقبال المرضى. سجلت دائرة صحة ذي قار 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يكون عدد المصابين بالمحافظة يصل إلى 226 مصابا وأربع حالات وفاة، في حين تماثل 125 شخصا للشفاء. وفي النجف الأشرف سجلت دائرة صحة المحافظة 47 إصابة اليوم، وفي كربلاء أعلنت خلية الأزمة عن تسجيل 31 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 367 حالة، بينما توفيت 10 حالات من المصابين. مشاهدينا الكرام، وبالعودة إلى رسالة السيد السيستاني حول أخذ الحيطة والحذر، ينضم معنا مباشرة من نجف الأشرف الباحث الإسلامي الشيخ أسعد اللامي. شيخ أسعد، أهلا بك. ما دلالة رسالة السيد السيستاني بشأن تعزيز الإجراءات الوقائية من كورونا؟ عودة من غيره؟ نعم شيخ،
نعم، يبدو أن الشيخ أسعد اللامي غير جاهز في هذه اللحظة. وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت دائرة الصحة السليمانية عن تسجيل 43 إصابة جديدة بكورونا في المحافظة، فضلا عن وفاة رجلين إثر إصابتهما بالفيروس. وفي أربيل، أعلنت دائرة الصحة عن تسجيل 29 إصابة جديدة، فيما سجلت محافظة كركوك حالة وفاة جديدة. بالعودة إلى مجلس النواب، ينضم إلينا من هناك مراسلنا أثير عادل. أثير، ما الجديد لديك بعد تصويت البرلمان على استكمال التشكيلة الوزارية؟ الجديد في جلسة اليوم أنه تم التصويت على كافة الوزارة السبعة المتبقية في حكومة الكاظمي. لمزيد من المعلومات ينضم إلي النائب خليل المولى لإطلاعنا على تفاصيل أكثر وما دار داخل هذه الجلسة. نعم. سيادة النائب، أهم ما دار داخل هذه الجلسة بخصوص استكمال الوزارة السبعة المتبقية في كابينة السيد الكاظمي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لله الحمد تم استكمال باقي الكابينة حكومة الكاظمي، تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، وهذا ما كنا نتأمل به. نحن كمكون تركماني طبعا، هل هناك توافق سياسي حال بتمرير الكابينة بسرعة؟ نعم، التوافق السياسي حال بتمرير الكابينة بسرعة؟ نعم، هناك توافق سياسي أصبح يعني منذ أيام كان هناك توافق سياسي لتمرير هذه الكابينة، والله الحمد صارت التوافق السياسي ومشت اليوم الكابينة الوزارية. فيما يخص استحداث وزارة المكون التركماني، جرى التصويت عليه. نعم، أنتم مكون تركماني كيف؟ نعم، التركمان مكون سياسي مهم. التركمان ضحت بآلاف الشهداء وقدمت شهداء إلى جانب باقي مكونات الشعب العراقي. لله الحمد بضغط وبكلمة واحدة من نواب التركمان اليوم استطعنا في تمرير الكابينة الوزارة كابينة حكومة في حكومة الكاظمي باستحداث وزارة الدولة تمثل بها مكون تركماني. طبعا هذه صارت بتوافق في أعضاء مجلس النواب، وهذا اليوم يوم تاريخي. أقدم جزيل الشكر والتقدير للسيد رئيس مجلس النواب وللسيد الكاظمي ولكافة أعضاء مجلس النواب، حقيقة أبدوا جهود كبيرة في سبيل استحداث وزارة تمثل المكون التركماني. نعم. طيب، هل شهدت الجلسة إداء اليمين الدستورية؟ نعم، السبعة ثمان وزارات الوزراء الإخوان اللي صوتنا عليهم أدوا اليمين الدستوري، ومن يوم غد إن شاء الله يستلمون المهام الجديدة. طيب، فيما يخص جدول أعمال الجلسة، نعم، تستمر أعمال الجلسة في من خلال تقديم تقرير مقدمه جلسة مجلس النواب لحد هذه الدقيقة مستمرة بانعقاد الجلسة. نعم، هناك جدول أعمال، لربما الاثنين أو الخميس راح تصير عندنا طبعا جلسة أخرى، وإن شاء الله مستمرين في انعقاد الجلسات. طيب، ما هو آخر تقرير اللجنة المالية؟ هل قدم بخصوص معالجات جذرية لو بعد ما قدم؟ معالجات جذرية بخصوص الرواتب؟ الاقتصاد، معالجة اقتصادية. نعم، اللجنة على قدم وساق في انعقاد جلساته، في انعقاد أعضاء اللجنة بالتشاور مع اللجان المختصة في حكومة الكاظمي، إن شاء الله تمرر هذه الأزمة وتنتهي الأمور. طيب، من هو المرشح لوزارة الدولة للشؤون؟ نحن كأعضاء مجلس النواب التركماني متفقين على شخصية، في حينها إن شاء الله نطرح الموضوع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعم، مراسل العربية الإخبارية، شكرا. ألو. جزيلا لك. قطاع الرعاية الأولية في محافظة الأنبار يبشر بحملة تعفير وتعقيم واسعة بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مدينة الفلوجة.
بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بمحافظة الأنبار، قطاع الرعاية الأولية في مدينة الفلوجة يباشر بحملة واسعة لتعفير وتعقيم الأحياء السكنية في المدينة، فضلا عن إجراء المسح الميداني فيها. والعمليات اللي تقوم بها الفرق الصحية متنوعة، منها الرشوة التعفير وتعقيم كافة المناطق اللي نحسها مكانات مكتظة بأسكان، إضافة لذلك إلى الفرق اللي تقوم بعمليات الفحص اللي هو الرابيد تيست في حالة وجود أي اشتباه بالإصابة أو في حالة وجود أي شخص ملامس لمصاب آخر. الكوادر الطبية تقوم بالفحص، وهذا فحص سريع يعني 5 إلى 10 دقائق تظهر النتيجة. تقوم وحدة مكافحة نواقل الأمراض في قطاع الفلوجة بحملة تعفير المناطق الفلوجة عامة والمناطق النائية خاصة، مناطق مثل حي الشهداء، حي جبيل، حي المعتصم والنعيمية والصقلاوية والنساف. فقامت وحدة مكافحة نواقل الأمراض بتعفير هذه المناطق. وتنتشر الفرق الصحية عند المداخل الرئيسة للمحافظة لفحص الوافدين إليها وأخذ العينات منهم للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا. مفارزنا وكوادرنا الصحية في المدخل الشرقي لمدينة فلوجة سيطرت الصقور منذ بداية الأزمة ولحد الآن بجداول خافرة على المراكز الصحية. يقومون كوادرنا في السيطرة بعملية الفحص الحراري وعملية تعفير السيارات الحمل وسيارات البضائع التي تدخل إلى مدينة الفلوجة. فبدأ هناك فحص الدم لبعض العوائل الداخلة على مدينة الفلوجة عن طريق الفحص السريع، فحص الدم السريع وعينات الكوفيد 19. استمرار عملية التعفير والتعقيم لأحياء مدينة الفلوجة فضلا عن فحص الوافدين إلى المدينة يأتي للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما بعد تسجيل أول إصابة في المحافظة. باسم الشمري، العراقية الإخبارية، الفلوجة. بالعودة إلى مدينة النجف الأشرف، ومن دعوة السيد علي السستاني المواطنين إلى مزيد من الحيطة والحذر وتطبيق الإجراءات الوقائية، ينضم معنا من هناك الباحث الإسلامي الشيخ أسعد اللامي. شيخ أسعد، ما دلالات رسالة السيد السستاني بشأن تعزيز الإجراءات الوقائية من كورونا؟ نعم شيخ. لا صوت نعم شيخ أسعد. نعم، يبدو أن صوت للشيخ الباحث الإسلامي أسعد اللامي غير جاهز في هذه اللحظة. بدورها حذرت خلية الأزمة في ميسان من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة نتيجة لعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية. مشاهد غياب مظاهر الالتزام بالتدابير الوقائية في أغلب شوارع ميسان والمناطق الشعبية تنذر بكارثة صحية، فيما لو استمرت معدلات الإصابة بالارتفاع تدريجيا نتيجة تجاهل المواطن للتوصيات الصحية، الأمر الذي حذرت منه الجهات الحكومية. حذرت خلية الأزمة في ميسان من خطورة الوضع الوبائي في المحافظة واحتمالية تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا نتيجة التهاون في اتباع التوصيات الصحية، داعية الأهالي إلى احترام تدابير الوقاية والالتزام بإجراءات الصحة والسلامة. كثرة الوباء في هذه الأيام كما تعرفون، الأرقام قاعدة تتزايد، السبب يعود إلى وعي الناس أنه لازم يلتزمون عدم التجمعات في المناطق المكتظة والمناطق الأسواق والتبضع. احنا تعرفون هاي رسالتنا لكل اخواننا المواطنين وكل شعبنا انه يبتعد عن التجمعات، هذا المرض خطير، بدا يتفشى، بدا ينتشر، وهذا يعتبر مؤشر خطير جدا. احنا جاي نعاني معاناة، وهذا وباء مو سهل، هذا وباء فتاك، فنحن نرجو ونطلب من اخواننا المواطنين بانه يلتزمون التزام ولو بالشيء القليل مدة 14 يوم، لمصلحتك والمصلحة عائلتك والمصلحة أطفالك. مختصون أكدوا أن التهاون في اتباع الإجراءات الوقائية سيؤدي إلى ارتفاع عدد الإصابات وبالتالي خروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع في هذه المرحلة الراهنة للحد من تفشي هذا الوباء.
من خلال هذه قناتكم الموقرة والكريمة أنه نبعث الرسالة إلى المواطنين هو الالتزام بالتوجيهات اللي تطلقها الجهات المختصة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأماكن التي تشهد استقبال واكتظاظ من قبل المواطنين. يا أبنائي يا أحبائي يا أعزائي، ماكو مكان في المدينة إلا وملئ بالإصابات، يعني ميسان في تجدد يوميا، حالات متزايدة. زين هذا مو وعي، هذا إلى متى إحنا نعيش هاي الحالة؟ هذا جهل، وهذا الجهل حرام حقيقة، مخالفة الشريعة مخالفة القانون حرام على الإنسان. حيدر الجيزاني، العراقية الإخبارية، ميسان. خلية الأزمة في محافظة ديالى تسعى إلى تعزيز سبل التعاون مع المواطنين من أجل نجاح الحظر الوقائي والعمل على الحد من انتشار جائحة كورونا. رغم الخروقات الطفيفة للحظر الوقائي المفروض في محافظة ديالى، إلا أن التنسيق العالي الموجود بين القوات الأمنية والكوادر الصحية إضافة إلى تعاون أغلب المواطنين أسهم بشكل فعال في إنجاح الخطط الموضوعة لخلية الأزمة في ديالى وفي مقدمتها حظر التجوال الوقائي. الكوادر الصحية والتمريضية بمحافظة ديالى طبقت القانون والقوانين الصحية بالمحافظة بصورة صحيحة. الموضوع الثاني هو يرجع إلى وعي المواطن. المواطن بديالة أخذ بمحمل الجد أن حظر التجوال وبقى بالبيت موجود. حقيقة حظر التجوال ملتزمين به، إلا نادرا ما نشوف أكو يعني ناس قليلين جدا، فس الحمد لله وشكر، ومن خلالكم نشكرهم شكر جزيل. الالتزام بمقررات خلية الأزمة بملازمتك للمنزل والتقيد بالنصائح والإرشادات الصحية سلاح أمثل لمواجهة جائحة كورونا، بل سر عدم تفشي الوباء. في الوقت الذي يثقل الحظر الوقائي من كهل المواطن لا سيما ذوي الدخل المحدود، لكنه يمثل السبيل الوقائي الأمثل في مواجهة خطر الفيروس حسب الجهات المعنية، والذي أصبح واضحا لدى الجميع. الجهود المشتركة لدائرة الصحة ديالى مع خلية الأزمة في المحافظة، وما ننسى الدور الرئيسي للمواطن بالتزامه بالتعليمات الأساسية صدرت من خلية الأزمة والتوعية الصحية في هذا المجال، لكنه من خلالكم خلال قناتكم الكريمة نأكد مجددا على ضرورة الالتزام بكافة النصائح، لأن هي الخط الرئيسي للوقاية من المرض. للعراقية الأخبارية شاكر الوندي، ديالى. مشاهدينا الكرام، وبالعودة إلى مدينة النجف الأشرف، ينضم إلينا من هناك الباحث الإسلامي الشيخ أسعد اللامي. شيخ أسعد، أهلا بك. ما دلالة رسالة السيد سيستاني بشأن تعزيز الإجراءات الوقائية من كورونا؟ السلام عليكم أخي العزيز وعلى المشاهد الكريم. الحقيقة تثبت المرجعية في كل مرة على أمرين هامين: الأبوة الروحية والقيادة الروحية للمجتمع، والمواكبة للأحداث المحدقة بالبلد. نعم. وفي هذا الصدد وفي ضوء هذه الجائحة أصدرت المرجعية هذا اليوم بياناً بعد تزايد عدد الإصابات في البلد، أكدت فيه على نقاط أساسية هامة أحب أن أوجزها بالآتي. نعم. والتأكيد فيها على النقاط الآتية: المزيد من الحيطة والحذر، ضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، والنقطة الثالثة الالتزام الصارم بهذه الإجراءات ونحوها يساهم بشكل فاعل، كما يقول أهل الاختصاص، وهذا تعبير المرجعية، أن القضية راجعة لأهل الاختصاص والاهتمام بكلام المختصين في هذا الجانب يحد من انتشار الوباء ويقلل من الحالات. نعم. والنقطة الأخرى، الأمر هو مسؤولية الجميع، وهذه القضية هي مسؤولية الجميع. هذه هي النقاط الأساسية بعد التأكيد على نعم. دور الكادر الطبي في هذه المرحلة. نعم نعم شيخ أسعد. نعم شيخ أسعد. نعم إذا سمعت لي، ما زال البعض يشكك بخطر وجود جائحة كورونا، كيف ستكون الصورة الآن بعد رسالة المرجعية الدينية العليا؟
وهي هذه المشكلة الكبيرة أخي الأستاذ الكريم. نعم. أخي المشاهد الكريم، كثير من الناس إلى الآن لم يصدقوا بواقع القضية. الآن العلم يقول، منظمة الصحة العالمية تقول، المختصون يقول، الطب يقول، والمرجعية الآن تقول التزموا، حافظوا على الالتزام. نعم. بهذه النقاط القضية الأساسية، حيطة وحذر، التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية، من ابتعاد، من لبس الكمامات، من لبس القفازات، من كل القضايا التي توصي بها الجهات المسؤولة والقضايا التي توصي بها المؤسسة الصحية في البلد، لابد أن يلتزم بها حرفيا حتى نمر بسلام. أما عدم الالتزام، وأؤكد على نقطة هامة الآن أرجو أن ننتبه إليها جميعا، هي المناسبات. نعم. مناسبات الأعراس والوفيات، تم التركيز مرارا وتكرارا على خطورة هذا الأمر، ولعله الباب الكبير الذي نعيش معه هذه الأيام. نعم. هو عدم الالتزام في موضوع إرجاء قضية التجمعات في قضية الوفيات وقضية الأعراس. نعم. الباحث الإسلامي الشيخ أسعد دلامي من محافظة النجف الأشرف، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. في سوريا بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها مع استئناف العمل في مختلف القطاعات بعد رفع الحظر في البلاد وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة. تستعيد سوريا على غرار الدول الباقية تدريجيا رفع الحظر عن القطاعات العامة والخاصة وعودة الحياة والمواطنين إلى أعمالهم بعد توقف دام أكثر من شهرين وسط إجراءات مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. الحمد لله طبيعية، عادة طبيعية، ورجعنا للأسواق ولشغلنا ولأعمالنا. مثلي أنا بشتغل تجارة حرة، رجعت لعملي وعادي الأمور ما كانوا وما في شيء والحمد لله. أهلا، نحن إن شاء الله رجعنا للعمل يعني بعد أزمة الكورونا، يعني وقفنا لمدة طويلة يعني لا بأس فيها، ورجعت الحالة الطبيعية يعني للبلد، ورجع النشاط يعني يشتغل الاقتصاد وكله إن شاء الله تمام يعني. فيما سمحت سوريا بعودة إقامة الصلوات وجزء من الطيران بين المحافظات السورية وإلغاء ساعات الحظر الليلي والسماح بعودة بعض النشاطات الاقتصادية. كل شيء صار مثل قبل، ويعني إن شاء الله يصير أحسن. بالجامعة عم يلتزموا يعني تقريبا بالوسائل الوقائية، بالتباعد المكاني والتعقيم، وإن شاء الله يعني كل شيء يصير أحسن وهيك. تمام، هلا يعني كل شيء رجع مثل قبل الحمد لله، ويعني الحمد لله ما عاد انسجلت اصابات محليه، فيعني ان شاء الله عم يرجع الوضع احسن. هلا مو كل المهن رجعت، هلا انا لسه لهلا لي 3 شهور قاعد بدون شغل. ويعمل الفريق الحكومي السوري لوضع الخطط والملامح الاخيره للعوده للحياه الطبيعيه اخذه في الاعتبار القواعد الصحيه. عودة عجلة الحياة مجددا في جميع القطاعات الحكومية والمنشآت السياحية والمحال التجارية والحرف اليدوية في سوريا بعد انقطاع في أشهر الحظر لمدة 2 شهر. لقناة العراقية الإخبارية من دمشق، رني محمد. وبالعودة إلى الزميل باسم الفضلي. باسم أهلا بك. باسم، بداية، ما المؤسسات التي أعيد العمل فيها بشكل كامل؟ أهلا وسهلا بك زميلي حسين تركي. نعم، في دولة الإمارات من أهم القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث إعادة القطاع الخاص بالعمل في دبي تحديدا. نعم. بنسبة 100%، إعادة المراكز التجارية، إعادة المحلات، إعادة المطاعم، والقضايا التي تخص السياحة وغيرها إعادتها بشكل 100%. نعم باسم، رافق قرار العمل بالشركات الخاصة تجديد على الإجراءات الوقائية، ما الذي أعدته حكومة الإمارة للحد من انتشار هذا الفيروس؟ نعم، هنا في دولة الإمارات يتم الاعتماد على شقين
في معالجة فيروس كورونا أو جائحة كورونا. الشق الأول هو الالتزام بالإجراءات الاحترازية وبشكل كامل، سواء الكمامات مع فرض عقوبات على أي شخص لا يرتدي الكمامة. ربما هناك صدرت بعض التعليمات في تخفيف لبس الكمامة عندما تكون بمفردك في السيارة أو ربما تكون في مكتبك، ولكن بشكل عام هناك إجراءات احترازية مشددة من أجل الالتزام بالوقاية من فيروس كورونا. وبنفس الوقت هناك إجراءات أخرى تتم عن طريق أخذ الدراسات والبحوث المحلية والدولية التي تعتبر في الجانب العامل النفسي، وهي فتح المجالات الاقتصادية ومجالات العمل اليومية وتقليل ساعات الحظر من الساعة 11 إلى الساعة 6 مساء. باسم، هل ستشهد الإمارة قريبا عودة الحياة لكل المؤسسات؟ من هذا قرار مرهون بطبيعة الموقف الوبائي في المرحلة المقبلة؟ هنا تظهر كثير من التعليمات التي تظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الإعلام الرسمي وغير ذلك. هنا الإجراءات بانتظار موافقة على إعادة حركة الطيران من وإلى الإمارات بشكل عام ومن وإلى دبي بشكل خاص، من أجل عودة الحياة واستقبال السائحين وكذلك الزائرين سواء للعمل أو وغير ذلك. وهذا ما يعني يدعو كثير من المواطنين والمقيمين هنا في دولة الإمارات العربية بأن تكون هناك التزام بشكل واضح وصريح بقضايا الإجراءات الاحترازية التي تخص مكافحة وباء كورونا، وبنفس الوقت الانفتاح بالعمل والانفتاح عبر المجالات الأخرى. نعم، زميل باسم الفضلي مراسل العراقية الإخبارية من دولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك.